نظمت مبادرة حياة كريمة قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية عزب العرب التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 14 عيادة تخصصية، كل عيادة بها طبيب أو استشاري متخصص، بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات، فضلا عن إصدار قرارات على نفقة الدولة. كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، كما توفرت صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية. طبعا قبل ما ننزل القرية بنراجع مركز المعلومات وبنراجع قاعدة البيانات اللي موجودة في مركز المعلومات عشان نشوف ايه التخصصات الطبية اللي هنوفرها في القافلة، ايه كمان الخريطة الصحية الخاصة بالمكان، وايه العيادات اللي هتدعمنا بيها وزارة الصحة عشان توفرها لنا بشكل كبير في القافلة. بنوفر طبعا الفريق الطبي اللازم، سواء اطباء اخصائيين او استشاريين على اعلى مستوى، فريق التمريض والاداريين والسائقين والفنيين، كل ده بيتم اعداده قبل القافلة بوقت كبير عشان على مدار اليومين نقدم افضل خدمة طبية للمريض. ايوه كشفنا الحمد لله وصرفوا لنا العلاج وناس محترمين حلوين، او الدكاتره حلوه وما شاء الله التعامل معاهم حلو، يعني ما فيش احراج ولا حاجه، والضغط والسكر ما شاء الله بيقيسوا حلو، الناس كويسه معانا صح. القافله فيها كل التخصصات، فيها كل حاجه، وطبعا الحمد لله كل بيكشف وكله بياخد علاجاته وكله تمام. القفاف الموجوده هنا في عزبه هنا اهوت، وفي كل الدكاتره موجودون وكله بيكشف وكله بياخد حقوقه وبنصرف علاجنا ببلاش.